اهلا بكم مشاهدينا الاحبه، نلتقيكم بحلقه جديده من برنامج استوديو الناس على قناه الفلوجه الفضائيه، ونتابع كل ما هو جديد واهم معاناه المواطن والعقبات التي يواجهها في المجتمع والحياه عموما. واليوم هناك الكثير من المواضيع والظواهر الكثيره المنتشره لابد ان نسلط الضوء عليها، وايضا نجد الحلول مع المسؤول في الكثير من القضايا التي تحتاج تدخل المسؤول. اليوم موضوعنا ايضا من المواضيع المهمه جدا، وهي ايضا واحده من الظواهر المنتشره بشكل كبير، الامراض المزمنه، معاناه بلا نهايه. إذا من جديد مشاهدينا الأحبة، نبدأ حلقتنا معكم اليوم والتفاصيل أكثر حول موضوعنا اليوم من المواضيع المنتشرة بشكل كبير جدا، الأمراض المزمنة، وهي معاناة فعلا للكثير بلا نهاية لأسباب كثيرة. طبعا أرقامنا رح تكون ظهر أسفل الشاشة للتواصل والمشاركة بموضوع الحلقة، وطبعا أتمنى اليوم تعبروا لي عن رأيكم، شنو أكثر الأمراض المزمنة انتشارا برأيكم يعني كمواطنين، كذلك اليوم أي الأمراض الأكثر تعانون منها. اليوم يمكن ربما أكثر العوائل ماكو شخص بالبيت عندهم ما عنده مرض مزمن ويعاني من يعني مأساة كثيرة وعلاجات وأدوية، وطبعا الكثير من المواطنين اللي يعانون من هذه الأمراض المزمنة يفتقدون للرعاية الصحية الجيدة وكذلك العلاجات المتوفرة في البلد. ربما هناك الكثير من الأشخاص اللي يعانون من غلاء الأسعار الأدوية وكذلك حتى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة عموما، يعني في المراكز الصحية أو المستشفيات وغيرها. طبعا البعض منها بجودة عالية ومتوفرة بعض الأدوية وأيضا خدمات جيدة في البعض من المراكز الصحية أو المستشفيات، لكن البعض الآخر اللي مهمل بشكل كبير جدا سواء كان بالمحافظات أو يعني حتى في بغداد وكذلك في المناطق مناطق النائية وأيضا القرى والأرياف وغيرها، اللي يعانون بشكل واسع جدا من انتشار أمراض مزمنة وكذلك قلة توفير الخدمات والرعاية الصحية الجيدة، وأيضا حتى البنى التحتية المتهالكة اللي احنا أخذناها بحلقات سابقة عن مدى يعني الضرر الكبير في المجال الصحي، خصوصا البنى التحتية المتهالكة وأيضا حتى في الكوادر الصحية، القلة في بعض الأماكن بعض المدن وبعض المستشفيات اللي يعانون بشكل كبير. أكيد هناك مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن في الرعاية الصحية وأيضا توفير العلاجات اللازمة المتطلبة لجميع الأمراض اللي منتشرة بالوقت الحالي. خلينا نروح وياكم نشاهد هذا التقرير وراجعين. على الرغم من إحراز تقدم واسع في مجال الصحة العامة والتنمية، وأن تدهور البنى التحتية ينتج عن الأزمات الإنسانية والتشريد الجماعي للسكان والهجرة والبطالة والفقر على مدى عقود، خسائر فادحة في الأرواح، ومع تآكل عناصر النظام الصحي أدى إلى تردي الأوضاع الصحية وانتشار الكثير من الأمراض والأوبئة التي لا يزال يعاني منها العراقيون، خاصة فيما يتعلق بالأمراض السرطانية والأمراض المزمنة والتشوهات الجينية. الكثير من الأمراض المنتشرة في البلاد منها الحمى النزفية والسل والأمراض القلبية وغيرها من الأمراض الفتاكة التي فاقمت معاناة المواطنين، إذ يؤكد المختصون ضرورة وجود الكثير من الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية والأمراض المرتبطة بالملوثات البيئية والأطعمة المسرطنة وسط ضعف الرقابات الصحية على دخول المنتجات المستوردة وعودة ظهور أمراض خطيرة بعد أن نجح العراق في القضاء عليها قبل الغزو الأمريكي، أبرزها الملاريا والكوليرا وشلل الأطفال، رغم أن القطاع الصحي يشهد تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة. عوامل متعددة أسهمت في اتساع رقعة انتشار الأمراض الدخيلة، أبرزها نسبة التلوث البيئي بسبب المخلفات الحربية، بالإضافة لبعض الشركات النفطية التي لم تلتزم بالمعايير البيئية، حيث ينصب اهتمامها على تحقيق الأرباح دون مراعاة الوضع الصحي للإنسان أو البيئة أو الزراعة،
رغم كل التحذيرات من خطورة الغازات المنبعثة من احتراق الوقود والمواد السامة كالرصاص والنحاس التي ازدادت كمية عناصرها في الجو على حدها الطبيعي وتسببت بحدوث الأمراض الخطيرة، إذ يشدد خبراء البيئة على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وبقية المؤسسات لطرح برامج التوعية البيئية والصحية وأطلاق حملات التشجير لتقليل أثر الملوثات والغازات السامة التي تؤثر على الإنسان بصورة مباشرة. إذن هناك مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن، ليس فقط في الجانب الصحي، الجانب البيئي وأيضا جوانب كثيرة أخرى ممكن تؤثر على صحة الإنسان. بالتالي هناك ارتباطات كثيرة بالصحة والبيئة والغذاء وغيرها من الأمور اللي ممكن تأثر على الإنسان بصورة عامة. اليوم أيضا تحدثنا سابقا عن يعني مدى تأثير بيئة العراق بالحروب اللي صارت، وبالتالي أدت إلى انتشار أمراض كثيرة، أمراض ممكن أثرت وأصبحت منتشرة وللأسف صارت يعني متوارثة من الأجيال هذه الأمراض. وكذلك أيضا هناك أمراض يعني آنية وتروح بوقتها، وللأسف يعني المشكلة اللي تكمن في المجال الصحي في يعني في بعض الأحيان يعني قلة الرقابات أيضا على مشكلة الأغذية اللي تجينا من دول أخرى، وهذه اللي منها الإكسباير طبعا رغم رقابات شديدة من قبل الجهات الحكومية. رغم هذا كله لكن أكو فساد بجوانب معينة، وللأسف ديكشفون بعض النقاط المهمة اللي من ضمنها الأغذية الفاسدة ومن ضمنها الكثير من المواد اللي منها مسرطنة وغيرها اللي تأثر على صحة الإنسان. طبعا راح أطرق لتفاصيل أكثر أيضا اليوم ونتحدث مع ضيفي اليوم للمعرفة أكثر بهذا الموضوع، الدكتور جاسم العزاوي نقيب الأطباء السابق. أهلا ومرحبا بك دكتور جاسم. أعتقد الاتصال انقطع، عذرا، يبدو أن الاتصال انقطع، راح نأمن الاتصال مرة ثانية حتى نرجع نتحدث مع الدكتور لمعرفة التفاصيل أكثر حول أسباب انتشار هذه الأمراض بالآونة الأخيرة. طبعا للأسف أيضا هناك معاناة من قلة توفير العلاجات الأدوية معينة لأصحاب الأمراض المزمنة بالتحديد اليوم دا نتحدث، وأيضا للأسف الجودة المنخفضة، يعني في الكثير من الأحيان يعاني أصحاب الأمراض المزمنة ب يعني قلة توفير هذه الأدوية واللي منها جودتها منخفضة جدا. طبعا العائلة المتعففة يعني راح تلجأ تأخذ لأقل سعر ممكن أيضا، يعني هنا المشكلة أنه هناك أنواع عديدة، لكن أيضا اليوم نأمل أن تكون رقابات مشددة على التسعيرة اللي خلوها على العلاجات والأدوية، لأنه بالتالي صح هم يجيبوها مستورد من بعض الدول لكن دي يحملون عليها بشكل كبير يعني مبالغ كبيرة، والمواطن اليوم هذا الأمر أثقل كاهل المواطن، والأسعار صارت كلش نقدر نقول أوفر هذه الأسعار على المواطن، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة مو مرة واحدة يأخذها ومرتين، يأخذها بشكل مستمر، يعني يحتاج إلى أسعار تكون مناسبة بالنسبة له. أيضا يعني لو نتحدث على جانب من الجوانب الخطيرة جدا اللي أيضا منتشر في الجانب الصحي هو التشخيص الخاطئ للأمراض. إلى الآن هناك أطفال يعانون من أمراض مزمنة بسبب الأدوية التشخيص الخاطئ والأدوية الخاطئة اللي يعطوها، فلذلك اليوم صار ضرر كبير بالنسبة مو بس الأطفال حتى الكبار اليوم. أعتقد تأمن الاتصال. نعم طيب خلي ناخذ الاتصال اليوم مع ضيفنا الدكتور جاسم العزاوي نقيب الأطباء السابق. أهلا ومرحبا بك دكتور جاسم. اهلا وسهلا، مساكم الله بالخير يا رب. اهلا بك دكتور. بدايه يعني اليوم انتشار الامراض المزمنه في العقد الاخير اصبح بشكل كبير ربما، واليوم يعانون الكثير من المواطنين من اعمار مختلفه عن انتشار هذه الامراض، شنو اسباب انتشارها دكتور؟ يعني السلام عليكم اولا. اهلا بك. بالنسبه للامراض المزمنه احنا نحب ان نقسمها الى قسمين اساسيين. القسم الاول هو الانتقاليه اللي تنتج نتيجه عدوى تنتقل من حيوان او من خلال البيئه او من خلال انسان اخر الى انسان ويصاب بهذا المرض، هذا تسمى اللي هي الانتقاليه.
واكو امراض المزمنه اللي هي غير انتقاليه، وهذا هو اعتقد مو موضوعكم اليوم، وانما موضوعكم هو الامراض الانتقاليه اللي تنتقل من شخص الى شخص اخر. نعم، بصوره عامه الامراض المزمنه دكتور، يعني اللي يلي من ضمنها امراض القلب والسكر وغيرها، الامراض اللي تحتاج علاجات مستمره يعني. اي نعم. يعني الموضوع نعم نعم انتم بحاجه الى انه تسمعوا عنها شيء. تفضل. بالنسبة للأمراض المزمنة هي عبارة عن جراثيم، الأمراض المزمنة الانتقالية هي عبارة عن جراثيم تنتقل إلى الإنسان من جهة معينة، وهذا هو نتيجة أولاً وجود هذه الجراثيم في الجو وفي المحيط وفي كل مكان، موجود التلوث في الحيطان وموجود في الأرض وفي الأيادي في كل مكان، ما تضعف مناعة الإنسان أو عندما تصل جرعة كبيرة من هذه الجراثيم إلى جسد جسد الإنسان تؤدي به المرض. وهذه هي منتشرة في الفراغ من أزمان بعيدة جدا، إلى أنه الظروف الأخيرة بسبب الحروب وبسبب التدهور البيئي وبسبب قلة الوقاية والتثقيف زادت هذه الأمور. من عدها وأهمها طبعا هو الأمراض الفيروسية مثل ما نعم الإنفلونزا والزكام الأمراض التنفسية نعم أيضا منتشرة. دكتور ما كنا قبل نسمع أنه انتشار هكذا أمراض بهذا الشكل السريع وبأعداد وأحصائيات كثيرة، يعني اليوم منتشر بشكل واسع جدا هذه الأمراض، يعني هل بسبب الحروب فعلا يعني هذه الأمراض استفحلت أكثر؟ هي بسبب ضعف الوقاية الصحية، يعني اليوم ثقافة أيضا ثقافة المواطن بمسألة الرعاية الصحية اليوم تختلف؟ الرعاية الصحية والوقاية الصحية تنقسم، يعني الجهود المبذولة من المؤسسة الصحية وزارة الصحة وما هو موجود من مشاكل في البيئة، والجهة الثانية أنه قلة التثقيف واعتناء المواطن نعم. بنفسه نعم. هاي النقطة يعني ممكن تتفاعل تؤدي إلى هاي المشاكل. إذا هو أول الخلل في النظام الصحي، خلل في النظام البيئي، وفي نفس الوقت خلل في التثقيف والوعي الاجتماعي. هاي الأمور كلها بالحقيقة تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة. يعني من يصير مريض إحنا عندنا العاطفة كثيرة، من يتمرض شخص ما نبتعد عنه ونعزه وإنما نكون قريبين من عنده، حتى إذا ما صابينا إحنا بالمرض ممكن ننتقل إلى شخص آخر قد يكون مناعته أقل فنصاب إلى فنكون إحنا عامل نقل. طبعا مثل ما تفضلتي الظروف البيئية والتغذوية والنفسية، كل هاي من الأشياء اللي ممكن أنها تأثر وتأثير كبير. إحنا مرينا بظروف صعبة منذ الثمانينات إلى اليوم، وهاي كلها بالحقيقة تراكم كبير من العوامل المساعدة على زيادة العوامل المؤدية من ناحية. من ناحية ثانية أنه البيئة نفسها هي بالحقيقة بها أمراض كثيرة وتؤدي إلى أمراض مزمنة، يعني نسبة الغبار، نسبة الحر، عندنا احنا مشاكل كبيرة في التعرض للحرارة في الوقت الحاضر، يعني حرارة نعم. إلى ضربة الشمس، إلى أمور كثيرة، إضافة إلى أنه السموم الغذائي اللي يصير نتيجة الحر، هاي الأشياء موجودة، وجود الغبار في الجو ووجود غازات وعدم نقاوة الجو والماء في نفس الوقت، هاي كلها تؤثر على الجسم، يعني زيادة الغبار يؤدي إلى الربو، يؤدي إلى الحساسية، يؤدي نعم. إلى التهابات. ومشاكل الماء تؤدي الى التهابات جراثيم في النقل فيه. طبعا هاي الامور كلها تلعب دور. اللي يحتاج هاي الشغله هي حمله وقائيه كبيره، واذا الصحه تقوم بالجهد اللازم اللي تحاول اللي تقدر عليه نعم. هي المشكله بالحقيقه يراد لها رؤيه كبيره ونظره كبيره لعمليه الوقايه الصحيه الشامله في كل مكان في العراق. الجانب الاخر من الامراض المزمنه مثل ما قلنا هو الأمراض المزمنة الغير مؤلمة. نعم. اللي هي على رأسها بشكل كبير هو المرض ارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى مثل ما قلنا الربو وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض المفاصل وأمراض أخرى كثيرة في الجسم، كلها ممكن تكون هي طيب. سبب هذه
نعم. الأمراض المزمنة. نعم. طيب دكتور، اليوم دائما هناك من ينظر ويتحدث، وهم طبعا ليسوا ذوي اختصاص، عن أنظمة غذائية معينة يتبعها الإنسان، منها الصحيح ومنها الخاطئ. اليوم لكونك في هذا المجال أكيد ذوي الاختصاص هم الأولى في إعطاء المعلومات الصحيحة، فاليوم ما هو النظام الغذائي الصحي من المفترض أن يتبعه الإنسان، وأيضا الخاطئ حتى نبتعد عنه ولو بشكل مختصر؟ المشكلة أنه إحنا عندنا كنا بالعراق عندنا نوع شيء يسمى سوء التغذية، وسوء التغذية ينقسم إلى قسمين، أما نعم. أفراط بالغذاء أو قلة بالغذاء، وهذا نسبة كبيرة هي تمثل سوء التغذية، يعني تقريبا 30-40% من المجتمع العراقي عنده هاي المشكلة، لذلك أما أنه نلقاه زيادة في الوزن أو نلقاه تحت الوزن صحيح. الطبيعي بما هو موجود تحت الوزن الطبيعي، طبعا لها أسباب، أكو قسم أسباب جسدية، ضعف الامتصاص، وجود امراض مزمنه اخرى الى اخره تؤدي الى قله الوزن وضعف الجسم. اما بالنسبه لزياده الوزن فبالتاكيد هي سببها الزياده في الاكل، فاحنا عندنا هاي المشكله موجوده وخصوصا في النساء. نعم. يعني زياده الوزن عند النساء صحيح للرجال، لذلك اليوم صار انتشار عمليات التكميم المعده وغيرها بسبب انتشار امراض السمنه بشكل كبير جدا. نعم. وحتى الجسم همين من تصير به زياده بالوزن ويبدي يقل الوزن راح يصير ترهلات بالجسم، هاي هم راح يزيد طلب على مراكز التجميل والامور الاخرى. اذا الانسان هو يفعل بنفسه افعال زياده الاكل والافراط. اما قضيه الاعتماد على القوائم اللي احنا نسمع بها من خلال الانترنت، هذا طبعا شيء غير صحيح جدا، وهنا هي مهمه وزاره الصحه والتوعيه الصحيه في وزاره الصحه اكيد انه تكون تقدم نقاط، وممكن تكون بين برامج تلفزيونيه، وممكن تكون نعم. من خلال مواقعها او مواقع دوائر الصحه، او من خلال نعم. تأجير مواقع في التواصل الاجتماعي نعم. لان توجه الانسان على الاكل الصحيح. الاكل الصحيح هي عباره عن هرم غذائي. الهرم الغذائي نقول انه هو 100% يتقسم الى 50% من المواد الكربوهيدراتيه اللي هي النشويات، والنشويات قليلة الامتصاص، وتقريبا 20% يحتاج فواكه وخضروات، وتقريبا 10% أو أكثر يحتاج لحوم، وبعدين الدهون تحتاج 7% فقط من حاجة الجسم. فإحنا بالحقيقة هذا التزمنا به الهرم الغذائي، وهو الهرم الغذائي الصحي الموجود اللي مصدرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة معتمدة عليه. هذا هو الشخص الوحيد اللي يعتمد، اما القوائم الاخرى التي تصدر من فلان او فلان نعم أو كلها خاطئه. قد يكون شخص سامع بحث نعم. ويعتقد انه هو صحيح، حتى الاطباء يقعون في هذه المشكله او تتلائم مع شخصيه معينه دكتور، يعني بعض النقاط اللي ممكن يتبعها ممكن موصي بها دكتور فعلا، بس ممكن تلائم الشخص نفسه بس ما تلائم شخص اخر، يعني هذه واحده من الطرق الخاطئه اللي يتبعها الكثير طبعا. نعم طبعا المزاج وحب الاكل وحب المواد الغذائيه المعينه، هاي الامور كلها تلعب دور، وضعف الاراده أكيد. الاراده والشيء الاخر والمهم مقابل هذا هو قله الحركه. صحيح. يعني احنا الغذاء والحركه هما رديفان لابد وان يسيران معا. صحيح. ولا يجوز انه يفرق واحد عن الاخر، يعني قسم من الناس مثلا يعرف انه هو اكل اليوم كثير لابد انه يصرف اكثر وهكذا، واكو هناك جداول موجوده حتى تطبيقات على الانترنت بكيفيه تخفيف الوزن وكيفيه التنظيم الغذائي. اذا التنظيم الغذائي، وهي نصيحه، لا تسمع يقول للمواطن الكريم، لا تسمع مما يقال من اي جهه معينه غير معتمده لا علميا ولا رسميا، وانما تعتمد اما على منشورات منظمه الصحه العالميه او على مواقع علميه رصينة أو على مصادر صحيحة، يعني حسب ما يقرر الطبيب، مصادر طبية صحيحة. طيب اليوم دكتور، إلى أي مدى ممكن يأثر التدخين على صحة الإنسان؟ إحنا هو نتحدث بهذا الموضوع بالكثير من البرامج وغيرها، لأن تعرف نسبة المدخنين ليست بقليلة بالعراق وعلى مستوى العالم أيضا، فاليوم إلى أي مدى ممكن يأثر على صحة الإنسان، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة اللي مدى يعوفون التدخين؟ هو التدخين بحد ذاته هو مرض، مثل ما هو السمنة مرض، التدخين ايضا مرض، مرض نفسي، مرض جسدي، الانسان يجيب مواد سامه يدخلها الى جسمه، وهي راح تترك اثرها اذا مو اليوم فبكره او بعد بكره او الشهر القادم او السنه القادمه.
أو 10 سنين اللي هي عبارة عن تراكمات. وقضية التلقين معروفة للجميع أنه هو مضر بالصحة، مضر بكل شيء في الجسم من الشعر إلى الأظافر، مرورا بعبر الجهاز الهضمي وجهاز الدوران والقلب والدماغ والأمراض السرطانية كلها، يعني حتى أمراض سرطانية ما لها علاقة بالجهاز التنفسي. نعم. يعني ما لها علاقة بالتدخين، يعني مثلا مرض سرطان المثانة. نعم. أحد أهم أسبابه هو التدخين، فإذا هو التدخين هو سبب لمرض كبير، واحد من أسماء السرطانات والالتهابات من أول الأمور، وهاي الكل تعرفها. بس المشكلة وين؟ المشكلة أنه الإنسان متمسك بالتدخين لأن يحصل على نوع من الراحة والسلوى الشخصية، مثل ما كأنما صديق بين إيده يلعب به في إمتى ما يريد، بس هو إرادة، قوة إرادة، وإذا توفرت الإرادة سينتهي التدخين تماما. على المواطن أن يتخذ القرار بقطع التدخين، أما طريقة قطع التدخين فهو اللي يقررها بعد اتخاذ القرار وبمساعدة الطبيب والمتلقى. أكيد هي ممكن تكون صعبة في بعض الأحيان، بس أنه هي الأفضل مما الإنسان يقع بأمراض مزمنة وأمراض خطيرة. اليوم أيضا دكتور، يعني إلى أي مدى يؤثر التلوث البيئي على صحة الإنسان، خصوصا هناك مناطق نائية وهناك مناطق تعرضت لحروب مثلا وفيها يعني أمراض منتشرة بشكل كبير، فإلى أي مدى ممكن تؤثر يعني أو تنتشر الأمراض بهذه المناطق؟ والله الأمراض كثيرة بما يخص التلوث البيئي. التلوث البيئي مثل ما تفضلت في الترسبات اللي بقت من الحروب بكل أنواعها، وإحنا حقيقة لا نستطيع القول ما هي المادة المترسبة في هذه الحروب، وإنما هي موجودة وإلها مضاعفات كثيرة، ونلاحظ المناطق اللي صار فيها الحروب فيها كثرة السرطانات وأمور أخرى، وهي مسؤولية الدولة أن توضحها إلى المواطن. هاي نقطة. النقطة الثانية أنه عندنا تلوث بالمياه، وعندنا تلوث بالجو، عندنا تلوث بالأرض، وعندنا تصحر بشكل كبير، درجة الحرارة عالية جدا. صح. وزيادة الحرارة بالجو بشكل عام في كل مكان بالعالم موجودة، عندنا بالعراق احنا اليوم وباشر، وقبلها العراق اعلى درجة حرارة في العالم. صحيح. سببها هي انتجار الارض جرداء والصحراء. نعم. كثيرة، والناس تجاوزت على المواطنين، تجاوزوا على تنجير، تجاوزوا على النخل. والدولة ما تقوم بإجراء معين بالرغم من محاولاتها بالوقت الحاضر. نعم. لا، هناك أيضا تقصير، يعني تقصير من الجهات الحكومية والتقصير من المواطن أيضا، لذلك اليوم والبيئة العراق متضررة جدا. دكتور، حتى لا أطل عليك أكثر، اليوم ربما لا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد أصحاب الأمراض المزمنة، لكن هي ليست بقليلة، صح؟ أكيد مو قليلة، يعني إحنا عندنا بالنسبة لارتفاع ضغط الدم تقريبا 40% من المواطنين عندهم ضغط الدم، أما بسبب الوراثة أو بسبب الظروف النفسية أو بسبب نوعية التغذية، يعني أمور كثيرة. بالنسبة للسكري حدود 15-18% مرض السكري. نعم. عندنا بالعراق بالنسبة إلى الربو أكثر من 10% من المواطنين عندهم ربو، أكثر من 10% عندهم التهاب قصبات مزمنة، وعندنا أمراض المعدة كثيرة، فنسب كبيرة من الأمراض. نعم. المزمنة. وبالنسبة للحميات هي أصلاً يعني تقريبا ما تجين في البيت اذا ما في واحد في زكام او داونزا او ثم او شيء اي شيء اخر. حسب الامراض المزمنه بنوعيها الانتقالي وغير الانتقالي هي الحقيقه موجوده وكثير. نعم. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور جاسم العزاوي، نقيب الأطباء السابق، على كل هذا الإطراء والمعلومات اليوم. يستفاد منها المواطن بشكل كبير حول يعني أسباب انتشار الأمراض المزمنة، وكذلك أيضا اليوم الأمراض اللي للأسف يعني ماكو سيطر عليها من قبل الإنسان، اللي مرتبطة هي بإرادة الإنسان، منها تدخين اللي يسبب أمراض كثيرة، ومنها السمنة وغيرها اللي هي تحت إرادة الإنسان. يعني هناك الكثير من المشاكل ممكن يتعرض لها الإنسان. طبعا يعني موضوع التلوث البيئي هذا الوحدة يحتاج حلقات عديدة حتى نتحدث عنه وتأثيره على الإنسان، اللي ممكن يكون سببه هو الإنسان أساسا. يعني التلوث البيئي اليوم
واحدة من الأسباب الرئيسية اليوم بالتصحر وارتفاع درجات الحرارة والمشاكل اللي دا تكثر بشكل كبير يعني على البيئة بأكملها، بسبب أيضا يعني قلة الزراعة ويعني التشجير. اليوم احنا نقضى على التشجير، ما نحاول نكثر من التشجير، وهذه مشكلة بالنسبة لكثير من المناطق اللي دا تعاني حر شديد. اليوم ارتفاع درجات الحرارة هائلة جدا على الإنسان، لذلك سببت انتشار أمراض كثيرة. حنتحدث بتفاصيل أكثر وانتظر مشاركاتكم أيضا بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الأحبة، نواصل معكم حلقتنا لهذا اليوم وتفاصيل الأكثر حول انتشار الأمراض المزمنة وأسباب انتشارها أيضا. أرقامنا راح تكون ظاهرة أسفل الشاشة للتواصل والمشاركة، وأتمنى تعبروا اليوم عن رأيكم عن اليوم شخص ده عنده مرض مزمن، كيف يحصل على الدواء، وهل هناك صعوبة في طرق العلاج رغم أن هناك دول متقدمة استطاعت الوصول إلى حلول وعلاجات معينة للكثير من الأمراض المزمنة اللي كان من الصعب جدا الوصول إلى حلول لها، منها أمراض السكر مثلا كان من الصعب الوصول إلى علاج نهائي لها، لكن اليوم هناك دول متقدمة استطاعت الوصول إلى علاجات نهائية. بعض الأمراض السرطانية اللي أيضا في طرق حديثة استطاعوا أن يجدون لها حل نهائي، وأيضا بعض أمراض العيون المستعصية واللي اليابان أيضا استطاعت أن تصل إلى طرق حديثة للقضاء على مشاكل العيون، وبعد كثير من الأمراض الجلدية وغيرها. لو نتحدث شوية عن أمراض العصر، يعني قبل سنوات أو قبل عقود من الزمن كنا نسمع عن مرض العصر هو صداع بسيط يصير عند الإنسان ومنتشر شوية بين الناس يعني، لكن اليوم أمراض العصر صارت أسوأ بكثير، يعني رغم التطور والحداثة وكل شيء جديد ومهم، لكن نشوف اليوم أمراض العصر، الأمراض التنفسية مثلا أمراض الرئة ومشاكل الجهاز التنفسي كثيرة بشكل كبير، نبدأها من الأطفال إلى الكبير بالسن هذه الأمراض، وحتى في زمن الكورونا يعني صارت الموضوع صار متفاقم أكثر. أيضا أمراض السمنة، تحدثنا عن موضوع السمنة وللأسف يعني الإرادة أصبحت ضعيفة بالنسبة للكثير، لدرجة الأكثر أصبح يلجأ لعمليات التكميم وغيرها. طبعا هناك حالات استثنائية يعني لبعض الأشخاص اللي يجب أن يعملون فعلا هذه العمليات، لكن أصبحت موضة، موضة معينة يتبعوها وخلاص. وأيضا أمراض المعدة ومنتشرة بشكل كثير، هذا حسب طبعا كثير من اختصاص الأطباء اللي يتحدثون عن هذه الأمراض، أصبحت مرض العصر ومنتشرة أيضا من غير أصلا مستمر موضوع الصداع والشقيقة وغيرها، اللي الآن ماكو عائلة ما عندها هذه الأمراض. طيب خلي ناخذ اتصال أبو أحمد من الناصرية. يا أهلا وسهلا بك أبو أحمد، ونورتنا باتصالك. الله يحفظك، السلام عليكم. الله يخليك، يا أهلا وسهلا بك يا طيب. تحية لك وللمشاهدين الكرام. الله يسلمك أبو أحمد، اليوم نسمع رأيك اليوم بالرعاية الصحية بالعراق وأيضا الأمراض المنتشرة بشكل كبير. الله يحفظك. ست العراق تعرض لحروب بالحقيقة، حروب أغلبيتها هي حروب عبثية بالحقيقة. نعم. هاي الحروب جلبة الويلات للشعب العراقي. أنا ركزت على محاضرة أقامها أحد المختصين بالمواد الإشعاع اللي انرمت على العراق من خلال القوات الأمريكية. صحيح. كان بجامعة وتابعته، يعني أنا بجامعة بلجيكية، وتحدث على المواد اللي من ضمنها اليورانيوم وعلى الأنبار، اليورانيوم المنظم اللي كانت تنوضع على القذيفة مال الدبابة، تنوضع طلقة مثل الطلقة مال القناص على رأس القذيفة مال الدبابة، هاي تذوب الحديد رأسا سريع، وتحدث حتى على الأشخاص اللي هم رموا هاي القذائف تأثروا. زائدا اكو مواد العراق ذباها بداخل الانهر، بقت اللجنه مال الكيوتش تحدث عنها هذا الخبير، يقول هاي المواد اللي انذبت بداخل الانهر من بغداد الى ان توصل للجنوب، المياه تلوثت وكذلك الجو، هذا يبقى يقول ملايين السنوات يبقى. اول وحده يسوي التشوه الخلقي، زائدا تحدث عن الفشل الكلوي اللي جاي يصير الان عند الشباب،
تحدث عنه قبل 25-20 سنة تقريبا، هو هذا وراء الضربات اللي تمت تحدث عنه. هذا المشكلة اللي عندنا احنا المسؤولين العراقيين بصورة عامة يعرفون هذا اكثر من عندنا. احنا نفتقد الى مؤسسة صحية رصينة بالحقيقة. نعم. اول وحدة كنا نتأمل من وزارة الصحة تسوي شركة تأمين إجباري وليس اختياري للموظفين مال الدولة وللأجهزة الأمنية. التأمين الإجباري هو اللي يحل المشكلة. زائدا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة ذولا يكونون مجانا، لأن ذولا مصابين ويعانون. صحيح. وأكثرهم بالحقيقة اللي ما يمتلكون دخل. المشكلة أنا أقول لحد الآن إحنا نعاني، وزارة الصحة ما جاي تتحرك وتخطي خطوات. هذه الأمراض هم أسباب وهي مسؤولة عنها، يعني مثلا الأسباب مالتها هاي السجائر الإلكترونية. صحيح. الرقابات المفروض ما يدخلون هذه المواد، ما تدخل العراق. رقابات صحية المفروض تمنعها وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. طيب اليوم برأيك يعني انتشار هذه الأمراض بهذا الشكل اليوم، يعني ايش قد ممكن تقدر تسيطر وزارة الصحة على هذا الموضوع؟ وزارة الصحة قادرة. أول وحدة وزارة الصحة ما عندها رقابة. احنا هسه ما نعرف من هو المسؤول. موجود الرقابة موجودة، بس هي المشكلة يعني تفعيل، يعني خلينا نقول رقابات مشددة تكون فعلا شغلها مضبوط. يعني اليوم ايضا ذكرت نقاط مهمة ابو احمد. اليوم موضوع يعني الرقابات اللي من المفترض ان تكون رقابات مشددة بشكل كبير على يعني هاي ممكن يصير في بعض الاحيان، لكن اكو تجار يعني للأسف يعني هناك جانب فساد موجود في بعض الأحيان. أكيد. ست احنا هسه المواد الغذائية. نعم. المواد الغذائية أكثرها تحمل مواد حافظة، وهاي المواد الحافظة صلاحيتها تنتهي من تنضرب الشمس. أنت لو توقفين بالموانع وتشمين الريحة مال المواد تقولين هاي الأكل بعد ما أكله نهائيا ريحة نتنة كريهة تصدر من الشاحنات. اثنين، تغيير الصلاحية كل سهلة، جاي التجار تغيره بسهولة. احنا فحص أول وحدة وزارة الصحة ما عندها لجان دورية جاي تشوف السوبر ماركتات يمتلك كهرباء، المواد مالته صالحة للاستعمال. الأشياء اللي الآن العراق مو مثل أي دولة عندنا الكهرباء مستقرة وغيره. أكو مواد المفروض الوزارة تمنع دخولها، هي اللي تمنع تصدر لايس وتسلم المجلس الوزراء ويبلغون بالشركات الاستيراد أنه هاي المواد ما تدخل. إحنا الآن مثل ما ذكرت لك السجائر الإلكترونية تسبب أمراض كوارث خطرة. تسبب كوارث ما جاي يمنعونها. صحيح. يعني الأشياء اللي جاي تسبب مشاكل احنا عايزين. احنا عندنا الان الامراض المزمنه انتم غير قادرين توفرون لها علاج وخدمه، زين خففوا من حطوا قيود على المواد اللي تسبب هاي الامراض. نعم. انتم فاتحين البلد على راحته، وحتى اللجان مالتكم اللي تروح ما جاي تأدي غرض، وبالتالي احنا نتهمها بالفساد، لان لو كانت اللجان نزيهه شابين اكو اثر. مؤسسات صحية محتاجين مؤسسات صحية حقيقية حتى تنقذ هاي الناس. انتم تعرفون العراق انضرب يورانيوم، زائدا المواد اللي انذبت بالانهر. نعم. يعني انتم شنو باقين؟ انتم احنا مو مثل اي دولة عادية، احنا مو مثل الدول المجاورة اللي ما مصيوبة بهاي. المفروض عندنا اكثر مؤسسات صحية هو العراق. طيب اليوم بالأكل. اليوم ابو احمد اذا وزارة الصحة طبقت موضوع التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة اليوم، إذا طبقتها طبعا لكل المواطنين العراقيين، بس خلينا نقول لهم بالتحديد حتى يكون مجاني، هل راح ينجح أم هم راح تصير بعض المشاكل وفساد وغيرها برأيك اليوم أنت كمواطن؟ ست إذا كان التأمين الصحي إجباري، هاي دول العالم كله نجحتها التأمين الصحي إجباري وليس اختياري. حتى نعم. على السيارات احنا هسه يعني هسه مو موضوعك انت، لكن السيارات لو عندنا التامين اجباري. صحيح. اللي جانا للقصور العشائريه والمشاكل اللي جاي تزداد. لا اكو قانون، أنا أقول اكو قانون موجود سهله مو صعبه. نعم. يعني الوزاره
احنا هسه ما نحملها مال السيارات، نحملها فقط نقول لهم الجانب الصحي سووا شركات رصينه مؤسسه، مو تجيبوا لنا شركات عندها خمسه اوراق وعندها مكتب تدلوا له افتح شركه تامين، هذا فشل. انتم نفسكم كوزاره انتم تسوون مؤسسه وليست شركه فعلا. المؤسسه عندها شركات ادويه، انتم ما شاء الله الميزانيه مفتوحه، انتم من تطلبون مليار رئيس الوزراء جاي يعطيكم مليار نعم. دولار، المليار يسوي لكم مصانع ادويه، مصانع ادويه، مستشفيات، ست المستشفى ينبنى مليون دولار، يعني مليار ونص، شو احنا المستشفى عندنا بالعراق يدفعون له 120 و200 مليار بس بناء، عشان ما جاي نستهين، احنا المواد استيراد له من العراق، الحصو والرمل والطابوق وكلها من العراق، كيف البلدان العالم بنت نفسها؟ انا اقول وزاره الصحه انتم كل فتره انتم اللي تقترحون على رئاسه الوزراء حتى تخففون الامراض، توسعة التشجير انتم تطالبون وزاره الزراعه، لان انتم جهه معنيه. ليش مرتبطه هذه الوزارات عملها مرتبط مع بعض؟ ما اعرف ليش يعني للاسف ينفصلون، يعني لما يصير مشكله او مصيبه بعدين يصير اتفاقيات بيناتهم، لكن المشكله هم عملهم، يعني كل الوزارات هذه البيئه والصحه والزراعه وغيرها، يعني هناك المفروض اعمال مشتركه تصير بيناتهم واتفاق مع بعض، وكانه يعني كل وزاره لازم تعمل لوحدها خلاص. اكيد شوفي احنا الوزاره تكون تعرف انه التغيير المناخي الموجود تكون تسبق هاي الاشياء. صحيح صحيح. احنا مو المواطن البسيط جاي ان من المشاكل ومن الامراض. والله ابو احمد اليوم انت قاعد تشخص الحالات ربما افضل بكثير من الاشخاص اللي قاعدين على الكراسي موجودين، سواء كان بالنظام الصحي او غيرها من الجهات اللي ممكن المفروض تسوي حلول يعني. والله يا ست احنا نتمنى من البيئه تشتغل وتخفف، لان البيئه والتلوث اللي موجود بالجو ومن نعم. البنزين ومن تجريف الاراضي، يعني احنا نريد الدوائر تتكامل بعملها. صح. احنا ما نريد احنا كل اربع سنوات تجي وزاره وتجي حكومه واحنا الناشد وهم ما عندهم اي اهتمام بهذا الجانب. صحيح. يعني ما نعرف شنو السبب، شو كلهم ما شاء الله كله دكتوراه وماجستير شهادات هواية. البروف ما أهلتك تحلك مشكلة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على كلامك وبالصميم، يعني اليوم انت دقيت على الوتر الحساس وبالصميم وذكرت نقاط كلش مهمة. أصحاب الشهادات العليا والبروفيسورات والدكاترة وغيرهم الموجودين يعني المفروض يحلون هذه القضايا العالقة، الأمراض المنتشرة قبل لا تنتشر وقبل لا المفروض يشخصون من بعض الحالات اللي دا تصير ويتم العلاج، وقبل لا تصير الأوبئة وغيرها من المشاكل العقيمة جدا. اليوم أيضا الضغط النفسي اللي يصير على الكثير من المواطنين بشكل كبير جدا، اللي آثاره نفسية طبعا كبيرة. بعض الأمراض المنتشرة في الفترة الأخيرة لما الشخص يروح يراجع بعض الأطباء يقول يعني ما عندك مشكلة صحية، يعني عندك مشكلة ارتاح نفسيا مشاكلك الصحية راح تنحل هذه تلقائيا يعني. وهاي النقطة هاي مستعصية عند أغلب العراقيين، مهما كان هو عايش بحالة سعادة بس هو عاش ببلد هلك من كثر المشاكل الاجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها اللي أدت بهلاك الإنسان من هو صغير طفل، هو يعاني معاناة كبيرة إلى الآن. لذلك أيضا ضغوطات النفسية تخلي الأمراض تنتشر بشكل أكبر، يعني هذا حسب أيضا دراسات في الآونة الأخيرة. أكثر الأمراض انتشارا ذكرنا يعني أكثر الأمراض حاليا أمراض العصر، يعني هي الأمراض التنفسية والسمنة وغيرها من الأمراض اللي تحتاج أيضا إرادة الإنسان حتى يتغلب عليها، مو بس نروح على الجهات الحكومية، احنا كناس مثقفين نمتلك الوعي الكافي، علينا أنه نعرف كيف نقيم وضعنا بصورة عامة والوضع الصحي. أيضا يعني من الجوانب المهمة من المفترض أن تقوم بها وزارة الصحة برامج التوعية وتسلط الضوء عليها بشكل أكبر،
يعني هناك بعض البرامج اللي يطلقوها أو توعية، لكن نحتاج إلى أكثر لأنه الأمراض منتشرة بشكل كبير. فهذه البرامج هي توعي الناس على الأمراض وكيفية انتقالها والوقاية منها وغيرها من الأساليب اللي يعني ربما حتى لو كانت طرق إعلانية أو وسائل نشر السوشيال ميديا ممكن يستخدموها بشكل سريع وسهل والناس كلها تشوفها. يعني على الأقل هذا الموضوع ممكن يقلل من انتشار الأمراض، لنحصر وعي كافي بكيفية النظافة وغيرها، مثل ما صار بزمن كورونا. يعني الناس كلها صار عندها وعي كافي بكيفية الوقاية والنظافة المستمرة وارتداء الكمامة والتعقيم اللي دائما بإيدنا. يعني هذه واحدة من الوسائل التثقيفية اللي صارت، نتمنى أنه يكون مستمر الموضوع لباقي الأمراض. خلنا نأخذ اتصال. أمير علي، احمد من بغداد، يا اهلا وسهلا احمد، شلونك احمد؟ تسمعني احمد؟ اذا تسمعني خليك بعيد عن التلفزيون حتى الاتصال يكون واضح. اوكي تمام، تسمعني؟ الو اسمعك يعني، تفضل. ايه اكيد شغال، بس بتوصل رسالة يعني، ولا اريد رقم خاص او رسالة امير علي في موضوع المعتقلين، مناشدات عندكم اللي ما جاي يصل له. تمام تدلل، يوصل صوتك ان شاء الله اليوم حلقتنا، وان شاء الله يكون هناك حلول، لان يعني هو ناس تطالب مناشدات وتعبت وهلكت من المأساة اللي تشوفها. شكرا لك ولاتصالك اخ احمد. اليوم ايضا نقص الخدمات الصحية والمستلزمات تحدثنا عنها في حلقات سابقة، هذه واحدة من المشاكل اللي يعانون منها كثير من المواطنين، عن نقص الأدوية والعلاجات، عن نقص حتى الأسرة اللي تكون موجودة بالمستشفيات، وأيضا أبسط الوسائل اللي المفروض تقدمها أو يقدمها النظام الصحي عموما هي ما متوفرة. لذلك يلجأ المريض أن يشتري العلاج من الخارج، من صيدليات تكون أغلى طبعا من اللي متوفرة الحكومية، وبالتالي أيضا الكثير منهم يعانون من يعني قلة توفير بعض الأدوية. خلي أيضا نروح نشوف رأي الناس في الشارع العراقي. والله الأمراض الوبائية أول حاجة هي الوراثة، عامل الوراثة، وثاني شيء سبب الحروب والمواد والفيروسات اللي ذبوها علينا والكيمياوي اللي انتشر هواية، هاي الأسباب مالته. اي طبعا أول شيء الوعي الصحي ما عندنا، ما منتشر. مثلا تروح للمستشفيات أدوية ماكو، تروح يعني بس المستشفيات الأهلية وده نشوفها هم ينمو مو هذيك الكفاءة. طبعا انتشرت أكثر من خاصة أمراض السرطان يا ستار والعياذ بالله، يعني انتشار كلش قوي. يعني احنا بعائلتنا 3 صاروا أمراض سرطانية. أمراض المزمنة اتباع نظام غذائي غير صحي وعدم ممارسة الرياضة، يعني هي هاي الأسباب، الأكل الغير صحي وعدم ممارسة الرياضة. والله هي ما أعتقد أكو لها علاج، بس الأفضل نظام غذائي صحي والتزام بالرياضة، هذا الأفضل شيء يعني. والله أمراض المزمنة هواية وعلاجات قليلة، يعني ما موجودة هالقد. زين يعني إذا أريد نروح نشتريها من غالية، زين يعني ذاك من ذاك اللي يقدر يشتري. إذن الكثير من المشاكل ممكن يعاني منها المواطن، خصوصا يعني ذكروا موضوع العلاجات والأدوية الغالية والأسعار الغالية. نتمنى أن تكون هناك رقابات مشددة من قبل وزارة الصحة على أصحاب التسعيرات اللي خلوها، والتسعيرة المفروض تخليها وزارة الصحة ويلتزمون بها المواطنين. بالتالي للأسف هناك حالات يعني شاذة، دي يستخدمون طرق وأساليب للحصول على أكبر قدر من الأموال، يعني بعيدا عن الضمير، بعيدا عن المهنية، ويستخدمون التجارة فقط من أجل الربح وغيرها. طبعا أيضا يعني مشكلة بعض الكوادر الصحية، ويعني هناك كوادر تحتاج إلى تدريب وتأهيل، خصوصا الكوادر الجديدة اللي استوها متخرجة
تحتاج مو يتعلمون براس العالم، يحتاج أنه يتم تدريبهم وتأهيلهم. يعني ودول كثيرة تستخدم طرق يعني للتدريب والتأهيل للممارسة حتى لا تصير تشخيص خاطئ أو لا يصير أخذ علاجات وأدوية خاطئة. وطبعا صارت كثير من الحالات اللي تفاقمت بسبب مرض مزمن أو حساسية من دواء وغيرها، لأنه الكوادر بعدها يعني تحتاج إلى تدريب وغيرها. طيب أيضا هناك مشكلة يعني للأسف أنه الكوادر تحتاج أيضا إلى تعاون مع يعني منظمات عالمية حتى يصير اطلاع أكثر على الطرق الحديثة وأيضا على أجهزة حديثة. احنا كنظام صحي نحتاج إلى أجهزة، ليست فقط أجهزة حديثة، نحتاج إلى تجديد الأجهزة اللي موجودة عندنا في كثير من المستشفيات والمراكز الصحية. الأجهزة صارت قديمة ومتهالكة، ودائما صارت حلول ترقيعية لهذه الأجهزة. نحتاج إلى أجهزة جديدة اللي موجودة عندنا، وكذلك نحتاج إلى أجهزة حديثة. اليوم هناك أمراض كثيرة جدا ويمكن القضاء عليها من خلال هذه الأجهزة الحديثة اللي بعدها مداخل العراق، رغم المليارات اللي تنصرف على وزارة الصحة. أعتقد نأخذ اليوم أيضا استبيان رأي الناس على السوشيال ميديا ونشوف رأيهم اليوم بهذا الموضوع. التلوث، سوء التغذية، الوراثة، مثلا الضغط والسكر، الوراثة والحالة النفسية والأزمات للإنسان، السل الرئوي أو ما يسمى التدرن عفاكم الله، سوء التغذية، العيش في أماكن رطبة، والعدوى والتدخين. يعني ربما الشخص اختصر، هذا الشخص اختصر أنه فعلا كثير من الحالات اللي دا تصير بسبب وراثة، ومنها طبعا فعلا مشكلة التدخين والعيش بأماكن رطبة والعدوى وغيرها اللي طبعا يتعاني منها الأماكن العشوائية والعوائل المتعففة اللي تحتاج إلى علاجات وغيرها. أيضا الذنوب، الحالة النفسية، الأكل الغير صحي والمواد الحافظة وقلة الرياضة البدنية. فعلا موضوع الرياضة واحدة من الأمور المهمة جدا اللي يجهلها الكثير، أو ممكن يكون إهمال من الكثير، وهذا أيضا يأثر بشكل كبير على صحة الإنسان. لأن حتى نتبع على نظام غذائي صحي لكن إحنا ما نتبع الرياضة، طبعا هذا حسب الدراسات، بالتالي الأمراض ممكن أيضا تجي بأي وقت. يعني تعليق آخر، نمط الحياة الغير صحي بالتأكيد، وأيضا ضعف نظام الرعاية الصحية، التلوث البيئي والعوامل الوراثية والصراع والعنف. يعني هو اختصاره يمكن ربما هذا يحتاج يعني كلام كثير جدا، أنه فعلا هناك الكثير من العوامل الوراثية والتلوث البيئي اللي ممكن يحصل وغيرها من الأسباب اللي تأثر على صحة الإنسان، وأيضا نظام الغير صحي. أيضا تعليق آخر، قلة المناعة بسبب المواد الحافظة والمواد الكيميائية واستهلاك الأغذية الطبيعية أصبح معدوم في حياتنا. يعني الاعتماد صار على المواد الجاهزة والمعلبات وغيرها اللي تحوي مواد حافظة، اللي الكثير من الدراسات يعني أوعزت أنه هذه المواد تؤدي لأمراض سرطانية وغيرها، وبالتالي طبعا الوقت أيضا له دور بهذا الموضوع. أعتقد هذا كان آخر تعليق. يعني الكثير من التعليقات وأيضا الآراء حول موضوع انتشار الأمراض بشكل واسع جدا، وأيضا هناك أبحاث يعني مقابل هذا، هناك أبحاث واكتشافات جديدة وحديثة جدا تحتاج فقط أن نسلط الضوء عليها من قبل وزارة الصحة، وأيضا نأهل كوادرنا أكثر، وممكن فعلا نقضي على الكثير من الأمراض اليوم المنتشرة سواء كانت مزمنة أو غيرها. فقط نحتاج نحدث شوية على الجانب الصحي والرعاية الصحية، وإن شاء الله نأمل بالفترة المقبلة فعلا يكون هناك تأمين صحي للمواطن العراقي ويكون بجودة عالية. أتمنى تكون وصلت الصورة لكل الجهات المعنية، وإن شاء الله يكون هناك تحسن، وأي نقاط إيجابية رح نذكرها إن شاء الله بالحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم ولكل المتابعين، نلتقيكم أكيد بحلقة جديدة. للقاء.